يؤكد أيها الأحبة علماء النفس على مدى أكثر من 60 عاما أن معالجة الانفعالات ينبغي أن تبدأ من الداخل، أن تبدأ من عقلك الباطن. هذه الانفعالات أيها الأحبة نقصد بها طبعا علميا الانفعالات، يمكن أن يكون فرح هو انفعال نفسي، سرور، ضحك، بكاء، كله انفعال نفسي، حزن، اكتئاب، سعادة. نقصد هنا بالانفعال أي الغضب، نوبات الغضب التي تؤثر على القلب، تدمر القلب أيها الأحبة. يعني نحن إذا جئنا إلى القرآن العظيم، أنا لدي نص في القرآن العظيم يعلمني كيف يعني أعالج مشكلة يدعي الكثيرون أو يمكن أن يدعي إنسان أنه لا يستطيع أن يتحكم بعواطفه أو بمشاعره، فيقدم على ممارسة عمل سيء أو على نوبة غضب ويقول لك أنا لا أستطيع. هذا الكلام علميا غير صحيح، لأنه ثبت أن في داخلنا عقل باطن أنت تستطيع أن تتحكم به. الدكتور جوزيف ميرفي قال في كتابه قوة عقلك الباطن، أنت إذا لم تتحكم بعقلك الباطن وبمشاعرك وانفعالاتك ستجد أن البيئة المحيطة هي من تسيرك مثل قارب تتقاذفه الأمواج. لذلك أيها الأحبة ينبغي عليك أن تعتقد وبقوة أن لديك قدرة على علاج انفعالاتك النفسية، وأن هذه الانفعالات سوف تذهب بيسر وسهولة، ولكن يجب أن تخاطب نفسك وتوجهها باستمرار إلى ضرورة التخلي عن هذه الانفعالات وعدم الإصرار عليها. شيء مهم، عدم الإصرار على الانفعالات. دماغك أخي الحبيب، هذا الدماغ الذي سخره الله لك هو مثل آلة تستقبل الأوامر والتوجيهات، فإذا أنت وجهت لهذه الآلة رسائل إيجابية باستمرار مفادها أنك ستعالج هذه الانفعالات وأنك واثق من ذلك، فإن هذه الآلة ستستجيب تدريجيا وتصبح لديك القدرة على التحكم بهذه الانفعالات. إياك ثم إياك أن تترك رسائل سلبية أو مظلمة تدخل إلى دماغك، اسمح فقط للرسائل المضيئة أو الإيجابية بالدخول. إذن علماء البرمجة اللغوية العصبية يؤكدون أن علاج أي مشكلة يبدأ بالاعتراف بهذه المشكلة. الخطوة الثانية بعد أن تعترف تبدأ بإعطاء رسائل إيجابية لمعالجة هذه المشكلة وتذكر نفسك بعواقب هذا الأمر. الآن لدينا آية في القرآن الكريم يقول سبحانه وتعالى عن صفات الجنة التي وعدها المتقين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذه الجنة أعدت لمن؟ للمتقين. عرضها السماوات والأرض، من هؤلاء المتقون الذين وصفتهم الآية؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين. أول صفة أيها الأحبة، هل تريد أن تكون منهم أخي الحبيب؟ هل تريد أن تكون من هؤلاء الذين أعد الله لهم جنات أو جنة عرضها السماوات والأرض؟ ما هي الإجراءات التي يجب أن تقوم بها؟ الذين ينفقون في السراء والضراء. عملية الإنفاق بسيطة، ولكن للأسف معظم الناس لا ينفقون، مع أنها بسيطة جدا. إذا كان لديك مبلغ من المال أنفق منه القليل، ما الذي يمنعك؟ سبحان الله، الكثير منا يملك الملايين ولا ينفق. الذين ينفقون في السراء والضراء، عندما تمتنع عن النفقة أنت تحرم نفسك من هذه الجنة. على فكرة يعني ليس مكسبا لك، هذه الأموال ستتركها ليتقاتل عليها الورثة من بعدك، وربما لا تجد من يدعو لك وأنت في قبرك. إذا أردت أن تحصل على هذه الجنة فالإجراء بسيط، الذين ينفقون في السراء والضراء، حتى وأنت فقير أنفق، اتقوا النار ولو بشق تمرة. الشيء الثاني، والكاظمين الغيظ. إذا صفة كتم الغيظ وعدم الغضب وعدم الانفعال على الآخرين، هذه الصفة يحبها الله، تقودك إلى الجنة. أنت تقول أنا لا أستطيع أن أكتم هذا الغضب، إذا أنت تخسر الجنة التي تنتظر أولئك الذين قال الله عنهم والكاظمين الغيظ.
هل تريد جنة عرضها السماوات والأرض؟ أكظم هذا الغيظ، أكظم، أكتم غضبك. إذن الذين ينفقون في السراء والضراء، أنفق أعطي المال، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس أعفو. اليوم الذي يمر عليك ولا تعفو ولا تتسامح، هذا يوم تعيس. والعافين عن الناس، شخص أساء لك وشتمك أو أكل مالك أو أساء إليك بطريقة ما، ولو كان ابنك، لو كانت زوجتك، لو كان جارك أساء إليك، مباشرة تذكر هذه الآية مباشرة. لماذا أنا أدعوك أخي الحبيب لتخزن بيانات القرآن؟ هنا آيات القرآن هي بمثابة بيانات على فكرة وقوانين. أنا عندما يسيء لي شخص إساءة بالغة أتذكر على الفور والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. طيب أنا ثمن هذه الجنة التي أعدت للمتقين وعرضها السماوات والأرض، ثمن بسيط جدا يعني ليس مرتفع، أن أعفو عن هذا الشخص الذي أساء لي، عملية بسيطة جدا. وكلما أساء الناس لك أكثر يجب أن تكون مسرورا أكثر. طبعا إذا عفوت عنهم، إذا ألهمك الله العفو، فأنت على طريق هذه الجنة إن شاء الله. إذن أول إجراء أيها الأحبة، الذين ينفقون في السراء والضراء. الإجراء الثاني، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، هذه صفات يحبها الله، يحبها الله سبحانه وتعالى. ماذا قال بعد ذلك؟ والذين إذا فعلوا فاحشة، هنا تأتي الخطورة. لماذا ذكر الله العفو عن الناس والإنفاق وذكر التحكم بالغضب الكاظمين الغيظ ثم ذكر الفاحشة؟ ليقول لك إن الذي يظلم نفسه أو يفعل الفاحشة إذا كانت فيه هذه المواصفات من قبل في عقله الباطن مخزنة سيكون سريع الاستجابة إلى الله تعالى. طبعا من الممكن أن لا يقدم على الفاحشة أصلا، ولكن القرآن يأخذك إلى أبعد نقطة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، ما هو أول إجراء عملي؟ ذكروا الله. أول إجراء تقوم به تذكر الله. لماذا؟ لأنك أنت أغواك الشيطان ووقعت في فاحشة ما، مجرد أنك يعني تنتهي تذكر اسم الله، تتذكر قدرة الله عز وجل وتبدأ بالاستغفار. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. انظروا فاستغفروا، الفاء هنا للسرعة. مباشرة ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، هنا جملة اعتراضية. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ هل يوجد أحد يغفر الذنب ويأخذ به إلا الله سبحانه وتعالى؟ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. عدم الإصرار على المعصية أيها الأحبة هو جزء أساسي من العلاج. علماء البرمجة اللغوية العصبية يؤكدون أن أهم خطوة في علاج أي مشكلة نفسية تعترضك ألا تصر على الخطأ. يعني أولا أن تعترف بالخطأ، تبحث عن العلاج، تأخذ خطوات في العلاج، والخطوة الأهم لا تصر على هذا الخطأ. يعني أنت لديك مشكلة، أنك مثلا تنظر إلى ما حرم الله. أول شيء لنفرض أنك ارتكبت هذا الفعل، قبل أن ترتكب هذا الفعل يجب أن يكون لديك في حياتك إجراءات أنت تقوم بها. أن تنفق المال، أنفق على الفقراء، على المحتاجين، قدم مساعدة لشخص. والصدقة أحيانا أحبتي في الله قد تكون بالابتسامة وتبسمك في وجه أخيك لك صدقة، أحيانا تكون بالكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة صدقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الصدقة قد تكون بمساعدة إنسان، أنت في وظيفة في مكان تستطيع أن تساعد الناس ساعدهم، أنت لديك محل تاجر تبيع تستطيع أن تخفف على الناس خفف، وجدت إنسان محتاج أطعمه مجانا، أنت طبيب وجدت إنسان أموره ضيقة عالجه مجانا. يعني قدم، تستطيع أن تقدم الكثير من الصدقات حتى لو لم يكن معك قرش واحد. هذا الأمر يجب أن يكون منهجا لحياتك، الصدقة والإنفاق. وكظم الغيظ، والكاظمين الغيظ، تكتم هذا الغضب. تمرن نفسك على العفو والتسامح، تمرن نفسك تقول أنا سأعفو عمن أساء إلي،
ستدخل في محبة الله. مجرد أنك دخلت في محبة الله، حتى لو أخطأت وشاهدت مثلا شيء يغضب الله ولا يحبه الله، فأنت مباشرة تذكر اسم الله سبحانه وتعالى. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، تكثر الاستغفار، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.